احنا نجي يوميا على الفرا مشان نسبح، لانه جو درجة الحرارة مرتفعة وكهرب ما بي، يعني تجي ممكن ساعتين وتنقطع 4 ساعات، فنجي نتبرد هنا عند الفرا. نجي لين على الماء، المي نقعد هنا احنا والاطفال، نخبر اصدقائنا، نخبرهم يجون مشان نجي نجي على المي. نضل هنا يومية، نجي معنا الأطفال، نروح على البقالية، نجي معنا بزرات عصيرات، نقعد هنا على الشاطئ المي، نقعد هنا على المي، نضل قبل غياب الشمس نقعد هنا على المي، نضل مشان الشوب تطفي ونسبح، نضل نسبح هنا قبل الغياب. احنا مو بس نجي نسبح، نجي نصيد سمك، يعني نجي نصيد، احيانا نصيد احيانا ما نصيد، ناخذ نصيد لنا يمكن كيلوين ثلاث، احيانا ما نصيد ناخذ للبيت، مو للبيع يعني، بس طبعا للبيت ناخذن، احيانا نصيد احيانا ما نصيد، انا وباصدقائي كثار يعني يجون لهين، هوايه هي عندي الصيد طبعا.